يا صباح الفل على اجمل واحلى متابعين عندي في القناه. النهارده بقى جاي لكم بالفيديو المنتظر اللي هو احنا هننضف في الشقه وهنغسلوها طبعا ونخلوها زي الفل قبل ما ندخل العفشه بتاعتنا. طبعا زي ما وريتكم جوله في الشقه الجديده، مش هدخل العفشه بتاعتي من غير ما انضفها. اول حاجه بدات بيها ان انا خشت التراب من على الحيطان، وبعد كده ابتديت ان انا امسح في الحيطه. طبعا زي ما انتم شايفين البياض بتاعها نظيف، دي بوريكم ان هي وصلت الاوتوماتيك، وادي وصلت الغساله جاهزه في الصاله، مش هعمل توصيله. وعين البياض بتاع الشقه قاعد نظيف وبيضها جديد وكل حاجه فيها ممتازه وزي الفل. هنا بوريكم ان هنا الحتت دي اللي هي مكان الشاشه، مكان كبس المروحه، برضو انا هحط الشاشه بتاعتي في الدار الحاجه دي كلها. شايفين الحيطه بعد ما انا لمعتي يا دوبي انا بليت الفوطه كده وغسلتها ومسحتي بقي زي الفل، وادي الزيو بتاعتها مسحتها وزي العسل. دي مكان الشاشه، بوريكم ان هو مكان المسامير معمول. هنا بقى الارضيه، انا كبيت ميه كب. طبعا السيراميك زي ما انتم عارفين اقل حاجه بتخلي السيراميك بتنضف بسرعه وبتخليها بتبقى زي الفل. طبعا انا همسح كده وانضف. طبعا المساحه دي ما نفعتش معاي، المساحه اللي انا بمسح بيها الميه اتكسرت، فانا جبت المكنسه كده فقلت ايه بالمره كده امسحها ايه بالمكنسه. طبعا بمسح وبزيح الميه على الحمام على طول. الصاله انها واسعه، كميه الميه كبيره جدا فيه، بجيبها من هنا بتيجي هنا فواسعه عليا. هنا بوريكم الحته اللي ورا الباب دي اللي هحط فيها النيش، دي الحيطه اللي ورا الباب على طول بحط فيها النيش. هنا بوريكم ان ده كوبس الماتور، طبعا زي ما وريتكم ان انا الماتور واصل للشقه مش هوصل الماتور. وادي الحيطه طبعا مسحناها، خليت الوعين الزيج من فوق دي رسمه الصاله بالكامل معموله بالبرواز دي. وادي الاوض مسحناها، شايفين الحيطان نورت بقت زي الفل. طبعا انا مش هدخل العفشه بتاعتي غير ما انا انضف وامسح واخلي الشقه زي الفل. وادي البلكونه، بقولكم ان البلكونه دي جايبه من واجهه البيت بالكامل، يعتبر بلكونتين مخلطين على بعض. الاوضه دي اللي هخليها اوضه النوم، والمكان التكييف متوصل وجاهز، مش غنينا احط التكييف بتاعي. على فكره انا بالفعل انا فرشت الشقه على كده وليا 3 ايام احنا ساكنين فيه، وخلاص كده فرشت العفشه وخليتها زي الفل. بس انا طبعا ان انا كان النت فاصل من عندي فالفيديوهات اتاخرت عليكم، فهوريكم فيديو فيديو ولغايه ما توصل معاكم لغايه اوضه الفرش ان شاء الله. فيديو بكره هيبقى اللي هو فرش الشقه، انا فرشتها وخلصتها، مش هقعد كل شويه طبعا هوريكم فرشت الاوضه ازاي وفرشت اوضه الاطفال ازاي والصاله ازاي، لا لاني كركبه بكتير ومش هتنفع ان انا اوريكم المنظر اللي انا كنت شايفاه. هوريكم دلوقتي العفشه بتاعتي لماها ازاي، وهوريكم منظرها في الشقه القديمه منظرها ازاي. طبعا انا زي ما بقول لكم نقلت وخلصت، بس انا بوريكم فيديو فيديو عشان نبقوا متفقين وماشيين مع بعضينا واحده واحده. طبعا وريكم جوله في الشقه، وهديني بوريكم ان انا مسحت الشقه كلها وما خليتش فيها اي حاجه. ده المطبخ، شايفين المطبخ انا بعد ما غسلته طبعا جبت له البخاخات اللي هي بتزيل الدهون ومسحت الدهون كلها كانت على الحيطان، خليت الحيطان بقيت بتلمع، رجعتها جديده بالفعل. ده المطبخ يا جماعه، شايفين الوسع، وسع كبره كبر اوضه بالظبط. المطبخ بعد ما انا فرشته هيعجبكم خالص، شال الديب فريزر وشال التلاجة وشال المطبخ والبوتجاز والسخان وشال معاي طرابستين. المطبخ اللي انتوا شايفينه دي بجد مبسوطة جدا من المطبخ والصالة، بس انا اكتر حاجة عاجبني هما. وعين الارض دي كانت مليانة دهون، انا طبعا كبيت عليها مزيل للدهون وخليتها زي الفل. وبالمرة كده بمسح خشب البلكونات طبعا بالسلكه، لو عليها اي بقع عليها اي حاجه كله غسلته واخليه كده زي الفل. طبعا انا العفشه هنا في الشقه القديمه ما حطيتش اي حاجه في الكرتونه غير لما انا غسلتي، خليت الحاجه غسلتها كلها وخليتها زي الفل ليه لما انا دستها في الكراتين. طبعا زي ما احنا جايبين عفشتنا على نظافه يبقى ندخلها في الشقه على نظافه. طبعا كده وش نظافه بالكامل، امي ومرات عمي ومرات اخوي هم بصراحه اللي ساعدوني ونظفوا معايا الشقه. يعني امي ومرات عمي ومرات اخوي خلوا لي الشقه زي الفل. اهلي طبعا ما سابونيش ووضبوا معايا الشقه، ابويا واخواتي وعمي ومرات عمي وامي ومرات اخوي ما سابونيش لغايه ما انا فرشت الشقه وخلوها لي زي العسل. الناس كانت فاكرة ان احنا هنبعد عن بعض، بس بالعكس احنا قربنا من بعضينا اكتر، ودايما كل يوم مع بعضينا مش بنبعد عن بعضينا ابدا.
خلصنا كده الشقة، بوريكم في الشقة القديمة بقى. بأمانة أنا عاوزة رأيكم، تقولوا لي الشقة القديمة أحسن ولا الشقة الجديدة أحسن. هنا بوريكم إن أنا لميت لما العفش بتاعي ومجهزاه، السخان ده أنا غسلته، خشت منه الحاجات اللي هي الدهون والحاجات دي، فرش الكنب ده أنا قلعت الكساوي دي، بوريكم هنا أنا خلعت الكساوي دي وغسلتي وفرشتها على النظافة، وبعد كده خيطتها من تاني في المراتب. أي حاجة اتنقلت من الشقة غسلتها ونظفتها ورجحتي. بقي معايا الشاشة طبعا، هيجي الراجل ويفكها لي. وادي العفش كله دين لما وغسلاه ومجهزاه. ده كرسي البوتجاز برضو غسلته ونظفته خليته زي الفل. هنا بقى معبي الحاجة ومجهزة. ادي المطبخ فضناه، شايفين المطبخ دي شايش غير البوتجاز فقط، البوتجاز ما شايش غيره بس. هنا بوريك المطبخ ان انا فضيته. البوتجاز ده طبعا مسحته وغسلته طبعا بمزيل الدهون، نظفته خالص خليته كده بيلمع، ما خليتش اي فيه اي دهون خالص من ورا ومن قدام، نظفته فل. وادي هنا الصور انا لما في الشكاره دي، وعيني الكركبه وعيني البهدلي بجد، انا مش قادره اقول لكم على المنظر. القطين مليانين بالمنظر دي، المطبخ والمراوح والدولابات فكفكناها، يعني العفشه حاجه رهيبه. هتقولي ايه ده كله يا ام فيلو، الحاجه لما بتتفك بتبقى مبهدله جدا. المراوح هنا غسلتي ما خليتش اي حاجه، المراوح طبعا غسلتها نظفتها فول، يعني اي حاجه بقول لكم نقلتي، كل اللي انتوا شايفينه في الكراتين دي مغسول مغسول. وادي العفشه بتاعتني، وشايفين منظر الاوضه الشقه القديمه. عايزه حكمكم وعايزه رايكم في البياض وفي الجمال وفي وسع الشقه ونظافتها وحلاوتها، وتقولوا لي ايه رايكم في الشقه القديمه والشقه الجديده. طبعا احنا خلاص كده انا نقلت وخلص، وانا زي ما بقول لكم انا سكنت في الشقه على كده، بس انا بنزل لكم فيديو فيديو لغايه ما الحاجه توصل لكم مع على بعضيه. منتظر بكره فيديو ايه فرش الشقه، طبعا انا فرشتها هجيب لكم جوله في الشقه بعد ما اتفرشت. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، وكون يعني انا خفيفه على قلبكم وفيديوهاتي بتعجبكم. طبعا بوريكم هنا باقي الحاجه الشيالات وكله. في اللي بقول لكم حطوا لنا لايك، شجعونا بيها عشان نوصل لكم احلى واجمل فيديوهات من كده. خلاص كده بقيش غير الشاشه بقول لكم. وادي الدهان بقول لكم ان انا سايبه كل حاجه نظيفه وحلوه، ما بادلاش اي حاجه في الشقه القديمه عشان تبقوا عارفين يعني. طبعا زي ما احنا متفقين تبقى نظيفه، حاجتك تقعد نظيفه طول عمرها، يعني انت تنظف وتخلي مكانك حلو. وادي بعد ما العفشه نقلناها خلاص كده، العفشه زي ما بقول لكم اتنقلت وراحت الشقه ديكي. ادي الاوضه بعد ما فضيت، هنا فضيت الاوض خلاص كده، بوريكم الشقه بعد ما فضيتها ماليش اي حاجه فيه. وادي المطبخ وادي الحمام وادي الصاله، خلاص بقيش غير الشاشه الراجل نزلها وخلاص كده. ادي الشاشه خلصناها، مخلين قطرت الماء عشان يشرب مني. وادي الاوضه الثانيه خلصناها، وباقي التكييف الراجل هيجي ينزله هو والشاشه. كده خلصنا ونقلنا العفشه بتاعتني. تنسوش في اللايك والشير وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، يا اجمل واحلى متابعين في القناه.